السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. طبعا اكيد استاذ اليوم غيقدرناش ان نتكلموا على الامراض الجلديه كلها والانواع ديالها كلها وايضا بعض طرق العلاج الطبيعي، ولكن اول سؤال لك، واش كاين نباتات طبيعيه او مواد طبيعيه خاصه يمكن تستعملوها مجموعه كبيره من هذه الامراض؟ البصل. نعم، العجيب الغريب في البصل. ما شاء الله، من بدينا مع هذا المنبر المبارك الناس اكتشفوا على انه عصير بصل مع الماء المغلي مثل نعم. ناخذه بوحده او مع العسل او مع المعدنوس او مع خل التفاح حسب الصحه والحاله ديال كل واحد. استطاعوا الناس 3 إلى 5 مرات في اليوم. نعم. ينقيوا الدوره الدمويه فيراقبوا السكري والضغط الدموي حتى القوه والحيويه. الغريب هو انه بسوريازيس استطعنا نضبطوه في اقل من شهر. نعم. بمعنى العمليه تنقيه الجسم اصل، والبصل مهم في التنقيه. الماء المغلي راقبنا به كثير من الحساسيات الجلديه في 24 ساعه، أقل من 24 ساعة السيدة استعملت الماء المغلي بدون أي أكل أو إدخال أي أكل آخر، فقط الماء المغلي. حساسية كانت مفرطة. نعم. 30% الحساسية مشات، بمعنى القدرة على التنقية تاع الجسم تمكننا أنه إذا فك كل المواد المنقية للجسم. نعم. ماء مغلي، بصل، جوع، نحل وهكذا، تمكنهم على أنه ينقيوا الجسم ويساعدونا على تغلب على الأمراض الجلدية. حكيت لكم البرص كيف نجحنا فيه، سوريازيس كيف نجحنا فيه، سرطانات جلدية كيف نجحنا فيه، ولينا مرجع بالنسبة للمجموعة ديال أطباء الجلد منهم لوبيتال بنو رشد. نعم. اللي ميت يشوفوا كيف تنجحوا تيديروا اجتماع، هكا العلوي تنجح في البسوريازيس، هكا العلوي تنجح في الأمراض الجلدية، وهكذا تمكننا نعاونوا كل واحد فينا أنه ينجح بدون عياء. تصوروا سيد عنده تعفن جلدي. نعم. تعفن جلدي كان خصو يدير عملية، فأنا اغتنمت فرصة عطيتو له ساعة نحل على المكان الجلدي، تندور على المكان الجلدي باش نضبطو. نعم. أنه أقل من 3 أسابيع، ملي مشى دار العملية قالوا هادشي بدا تيتقلص. نعم. بمعنى السرطان أو التعفن المستعصي بدا تيتقلص، بدليل قدرة على رفع المناعة والتنقية ثم إعادة البناء جميلة جدا. حاجة أخرى، أنه صديق عنده مسمار الكيف. نعم. ورجل بيع الشريف ضرب عمر. الجميل هو انه هذا السيد هذا ملي جا عندي على اساس ان اول مره غنتعرف عليه جا عندي باش دار عمليات وما نجحتلوش مع المسمار كيف وتعفنت له الرجل. فملي بدا عندي بدا الجلتي بدا الجلتي بني من جديد. نعم. مازال العمل واخا 3 شهور دازت ولكن جدي، واخا تيغبر شويه ولكن جدي، تغذيته مسائل، بدا الجلتي تجدد افضل مما هو عليه العمليه. بمعنى القدره على التجديد مهم جدا، فالتنقيه مع التجديد هذه ما كايناش في العالم الطب حاليا. نعم. ما لقيناش الا العمليات او لي زونتيبيوتيك او لي كورتيزون. نعم. هذا هو الشيء اللي هما فيه، فاحنا كيف ممكن انه نخرجوا من القوقعه وناخذوا الابحاث العلميه ونعاودوا نطبقوها؟ ميت قتلنا البحث العلمي غير في الرفوف وفي لي بيبيوتيك ومخبعين في لي زارشيف في التقنيه العاليه من لي زارشيف، تنحطوا البحث العلمي في القمه ديالو. نعم. خرجوه من لي زارشيف. انا باش نخدم تنخدم الابحاث العلميه. نعم. وكاين عندي نجاحات مباشره، تنقلبش على الكتوبه اللي يقول له كيف درتي هذه بحث عميقه متميزه من خلالها تنشتغلوا. اذا بغينا الاطباء احسن مني واقرب لهذه الابحاث العلميه حيت قرايتهم في مستشفيات وبيناتهم دي كونكري. انا مازال انا ما عنديش هاد الاليه. نعم. هما عندهم، فقط انا قربت لهم هاد المنهجيه العلميه، هاد الاساس العلمي فيشتغلوا به. شكون فيهم اللي تيقدر دابا يقول لك الجلد شحال الوقت يتجدد؟ وغادي نخدم على التلال او نخدم على البرص او نخدم على كذا ونخدم على 72 ساعه اللي هو مده تجديد الجلد. شكون تكتب؟ شكون تتكلم على انه الدم تتجدد 3 مرات في السنه؟ شكون تتكلم على الكبد تتجدد ممكن مرتين في السنه ويخدم على القدره تجديد الخلايا الجسم؟ نطرد الخلايا العيانه ونطلع الخلايا المهمه بحال زيت الزيتون تيلعب في التجديد، الاكسجيناسيون، المعدنوس، الخضره الخضراء 100% ماده نقيه تنستافدوا منها في زف صفر بقايا. شكون تيخدم بهذه القواعد؟ خصهم يمشيو يخدموا بهذه القواعد. عندي حتى تفاجئنا من لوبيتال سي اش يو ديال ميريلاند في امريكان. نعم. جون هوبكينغ، واخا على انه تيشتغل بالطريقه باش تنشتغلوا حنا وتنجحوا في السرطانات. علاش هما سباقين حنا ماشي سباقين؟ حنا اولى، حيت حنا قرابين لهم. ومغاربه هما راه في لي سي اش يو ديال فاس، ديال الدار البيضاء، ضربات، كلهم تيمشيو بشهادات ناجحه. وهكذا بمعنى كيف نقدروا انه امراض الجلديه ديما البصل موجود مع الماء والعسل او الماء بوحده
ونستغلوا به وتشوفوا كيف الجلد يتجدد واخا الامراض الجلديه تنطردوها والجسم تيطلع في الجماليه ديالو. السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ الحمد لله. شكرا على هذا البرنامج، بارك الله فيكم، الله يخطيكم علينا. العفو. مرحبا. الله يخليك. بغيت نسولك على الوالده ديالي. نعم. عندها 80 عام. نعم. وعندها مرض السكر. ورجليها من تحت وقع عليها فيها اسكار. نعم. دونك الجلده ديالها مع كانت حكاتها وكاع داك الجلده كلها تكالت وبحال بقات كتكال تتكال لها شويه اللحم. نعم. وهذاك اللحم ما بقاش باغي يتجمع كاع نهائيا، واخا زعما ما عطاوهاش الدويات لان هي ديجا عندها قلت لك السكر وعندها سيغوز دو فوا، ما عطاوهاش شي دواء ديال سميتو، عطاوها هذيك واحد البونسمون كديرها، ولكن صافي دابا دو مو هي ما كتقدرش تنوض برجليها. نعم. وما عرفناش شنو نديرو لها. الله يجازيك بخير، لا كان شي حل نديروه لها. اولا السيده ش عندها من سنة؟ عندها 80 عام. ألوغ شوف، عندها سيغوز دو فوا. عندها سيغوز دو فوا. ثانيا عندها السكري. ثالثا عندها ليسكار. والطباء حاليا أنا ما تنفهمش كيف تيفكروا. كنت في مليليا وعندي سيد عنده 60 سنة عنده السكري قديم أكثر من 30 سنة. نعم. وغريب في الأمر طلعت له حبة في الصبع الكبير تاع الرجلين، قرطوه وتعفن، حيدوا له الصبع وعاود تعفن الباقية من الرجل، بغى يحيدوا له رجله. ما فهمش كيف الارضيه اللي هي ارضيه ديال السكري عروق عيانين والمناعه ضعيفه والقدره على انه باش الجسم يعوض داك الشيء اللي داك النقائص والعياءات ما عندوش قدره، وتيديروا عمليات. اقل شيء عباد الله ديروا غير بحال داروا مجموعه من الاوروبيين في دي سي اش بحال ليموج اللي قريت فيه، درت فيه السنوات الاولى ديال في كليه الطب، او ابسط شيء عمرو بالعسل، ملي يديروا عمليه يعمروا العسل داخل الرجل عادي يخيطوا ويعمروا بالعسل خارج فوق 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 الخياطه، ما تيديروش هذه القضيه. وتصوروا حاليا عندي اكثر من نتكلم على اكثر من 300 نجاح في هذا المشكل هذا، واخا لقينا على انه غير عمروا بالعسل وغسلوا بالمرجان وعمروا بالعسل سبعه المرات في النهار كل ثلاثه السوايع. نعم. انا في النهار في السيمانه الاولى غتحسوا بالفرق، التعفن ما تيبقاش، العياءات ما تتبقاش، حتى الالم ديال الرجل ما تتبقاش، الالم ديال المنطقه اللي فيها العياءات. بمعنى هذه العمليه اساسيه. اما الى عطينا زيت الزيتون على الريق ثلاثه معلقات مره خمسه سبع ساعتين قبل الافطار، وميها وبصيله او بصيله وعسي، غير ميها وبصيله مادام عنده السكري، انت غدير 30 غرام ديال البصله مع شويه الماء 100 غرام، ويشربوا نص ساعه قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل الميناس ومع العشاء الصباح وربع العشيه خمس مرات، ثلاثه الاسابيع الجسم تبدا يرتاح والجلد تبدا يجمع، بمعنى حتى المناعة من جهة، إعادة بناء القنوات الدموية، ثالثا إعادة تنشيط البنكرية والكبد اللي هما مسؤولين على هذه العملية ديال السكري والمعنى في الجسم. أنا ما يمكنش أقل من ثلاث أشهر الجسم تبدا تيجمع راسه، أقل من ثلاث أسابيع العفن ما تيبقاش. فطبقوا الطريقة ونشروها مادام إلا نجحتوا بها، متنجحوا بها نشروها في لي باج وخليوا هذا العلم ينتشر وصوروا صور. علاش الصورة سيدة؟ لانه مشكل ظاهري ابارون. مزيان، وان شاء الله ما يكون الا خير ان شاء الله. اذا كنظن انه واضح، نمشيو لاكادير ناخذوا زينب. اهلا بك زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. تحياتي لكم ولطاقم البرنامج. بارك الله فيك لاله زينب. مرحبا. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف بزاف. العفو، هذا واجب علينا لاله زينب، تفضلي. واليوم بغيت نشكر السي العلوي. مرحبا، نهاركم مبروك. بارك الله فيك سيدي، وبغيت ندلي بالشهاده ديالي في هذا المجال. نعم تفضلي. مرحبا. انا عندي سرطان في 2010 وبتوليت بسرطان الكونسير دي زوفير. نعم. سرطان المبيض. سبيل الله. المهم المرحله الثالثه وتقاس لي الكبد. نعم. عندي انتاش في الكبد. المهم درت عمليه استأصلت الورم، من بعد درت الشيميو ثلاثه ديال الحصص. من بعد الحصة الثالثة تدهورت الحالة ديالي، ما بقيتش قادة نتمشى، ما بقيت كناكل، المهم فاءت الحالة ديالي بزاف. شي ناس من العائلة ديالي من الدار البيضاء أشاروا لي على، قالوا لي راه كاين واحد السيد كيداوي بالطب البديل. نعم. المهم ديت الدوسي ديالي للسي العلوي، بديت معاه العلاج الطبيعي بقريص النحل وهذاك الريجيم الخاص ديالو. نعم. علاش الخاص؟ قاصح ولا شنو؟ نعم. قاصح شي شوية ولا كيفاش؟ لا خاص، ريجيم خاص، وين ريجيم خاص اللي عطيتي لي أنايا؟ مرحبا. نعم. زين مرحبا. المهم تبعت هذه الوصفات ديال السي العلوي،
مدة 9 أشهر. تبارك الله ما شاء الله. من بعد 9 شهور مشيت درت الفحص، الطبيب ديالي تفاجأ. نعم. تفاجأ ملي شاف لي كليشي، غادي نقول لكم بالحرف ردة الفعل ديالو، شاف لي كليشي قارنهم بعضياتهم، حطهم فوق المكتب وضرب المكتب بيديه، قال لي معجزة. أول مرة كنشوف بحال هاد الحالة. سبحان الله. وهو ربما لا كان في الاستماع غادي، قال لي معجزة، أول مرة كنشوف بحال هاد الحالة ديالك. سبحان الله، الحمد لله. والحمد لله. سلامتك الذي مبروك عليك، ألف مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك السي العلوي. الحمد لله، وإن شاء الله توصيو بالشفاء العاجل إن شاء الله. على السلامة. أولا جدية ما شاء الله. الله يجازيك بخير. وعندهم جوج جدية في وسط العائلة، ساعدة كثير باش ما شاء الله تمشي. راه ما قلت لكمش أنا في الأول الطبيب ملي قال ملي قالت له أنا عاجب الطبيعي استهزأ منها. ولكن من بعد مي شاف النتيجة قال لي أختي نعاونكم، هادو هما الأطباء. خطأ في الأول ما يخطأش في الثاني. قال خصني نعاونكم، ما معنى نعاونكم؟ نشجعوا الطبيعي باش الناس ينجحوا، هذا هو المعاونة، ما بغينا حتى شي معاونة إلا الطريقة الناجحة أن نشجعوا الناس يبراو، هذا اللي بغينا. مبروك عليك أخت زينب وما شاء الله عليك والحمد لله على هذا الخير هذا. الحمد لله على السلامة أخت زينب من أكادير، شكرا على تواصلك معنا وأيضا الشهادة ديالك. إذا نقرأ بعد الإس إم إس على 5566. أمينة من سنة، من سنة عفوا، عندها بنت عندها 6 سنوات، كتقول أنها طاحت على الجبهة ديالها وخلات بقات فيها لاتراس، بغات شي وصفة يعني. عاود لي نعاود السؤال. عندها ابنة ديالها عندها 6 سنوات طاحت على الجبهة ديالها، فبقات عندها لاتراس وبغات شي وصفة طبيعية باش تحيد لها ديك لاتراس. أول شيء مزيان تاخذ العسل مع الغذاء الملكات. نعم. مزيان وتستعمل المرجان في الأول ودير العسل مع الغذاء الملكات وتضربه بالنحل. بحال دابا هاد ليسكار اللي تكلمت عليه السيدة اللي عندها السكري. ثم هاد الحالة ديال هاد البنية. لا ساعة النحل عندها خاصية، بغيت الإخوان الأطباء يتصنتوا لهذا الكلام، عندها خاصية وأنه تكون سيكاتريس قديمة أو جرح قديم أو حرق قديم أو حتى فتحة إسكار، نعم، ثقب كبير في الجلد تنستطيعوا نبنيوه، مي تنضربوا بالنحل في الجنبات. نعم. متفقين؟ تنقدروا نطلعوا جلد جديد، يعني تندفعوا الجلد باش يبني ويلتقي مع الشق الأخر مع الضفة الأخرى، وهكذا تنقدروا نبنيوا جلد جديد بدون أثر، با دو سيكاتريس. يعني تتكون لا سيكاتريس مي تضربوا بالنحل تتمحى لا سيكاتريس كانه جلد واحد ما عمره ما تقاس ما عمره ما تحرق ما عمره ما تجرح. جميل. اذا هذه اساسيه، انا تنبح بالاسرار حيت لا سر لي الا فرحه المريض، وهكذا خصنا نكونوا جميعا. ثانيا تنعمروه بالعسل باش نقويوه ونغذيوه ونقويوه ونغذيوه. مزيان. اذا وتنغسلوا بالمرجان حيت حتى هو تيعاون في لا سيكاتريزاسيون وتيمحي الاثار. اذا فهاد العمليه ديال لسعة النحل ثم نجمعوا بالعسل ونحاولوا نقويوا الغديوه بطريقه جيده، هذه مهمه. ولكن هذه العمليه ما هي الا 10%، 90% خصها تغذيه جيده، نحيدوا كل المواد السيئه اللي تكلمنا عليها، كل المواد الحيوانيه الا السمك الا اقتضى الحال، ما يكونش مقلي يكون هذا. ثانيا الخضر الخضراء 100% فائده، صفر بقايا، تكون ما طيباش، وهكذا تمكننا نغتنم الاغتنام الجميل وان شاء الله نبنيو الجلد ديال هذه البنيته هذه. ومادام في 6 سنوات مازال قدره على البناء. حكيت لكم بنت عندها 11 سنه من القصر الكبير، كان عندها الحرق ديال 7 سنوات. نعم. استطاعت انها نمحيو 60% في اقل من شهرين، 60% ديال الحرق ديالها. اذا بناء تمنيو الجلد، اذا الا كانت حسن المتابعه غتكون حسن البناء ان شاء الله. اذا معنا ايضا اس ام اس من عند سعيده، او كتقول سنة سعيدة، شكرا لك عينو عليك، عافاك. انا حسنا عندي 30 سنة، عندي التونية او التعلبة في شعري، ومشات لي مشى لي الشفار ومشوا لي الحواجب مني كان عندي 6 سنين حتى لدابا، وكتمشي وتعاود ترجع. درت بزاف التحاليل وما عندي والو، وتبعت مع بزاف ديال ديرماتو والو، يعني ما قضاو ليها والو. اولا المشكل التعلبة هي منتشرة كثير نظرا لسوء التغذية، لان الجسم ما تياخذش التغذية الجميلة. هي اللي بدات تاخذ البصل 30 غرام زائد العسل 30 غرام. نعم. يترقد نص ساعه تاخذه في كل 3 ساعات، بمعنى 7 الصباح ل 10 مع 12 ونص العشيه مع 4 7 الليل ومن تجي تنعس، وتاخذ زيت زيتون على الريق والنباتي 100%، ما طيبش غنتغلبوا على اكثر من 60 حتى 70%. نعم. اما لو ضفنا النحل في المكان المعني بالامر ودورنا ذاك البلاصه اللي بدا منها هذا المشكل. نعم. التونية او التعلبه. ثم بدينا تنقرصوا في الاماكن اللي فيها الشعر بدا تيطيح، غادي نقدروا نبنيوه بناء، بمعنى نقرصوا بالنحل ونغسلوا بالمرجان
نديرو 100 غرام مرجان، نديرو معلقه مرجان مع القعسل مزيان، ونبداو ندهنوا به المكان ثلاث مرات في اليوم، نورمالمون اقل من ثلاث اشهر تيطلع شعر جديد من جديد. نعم، اذا واضح. بالنسبه للغزال المخرب كتقول ان عندها نقاط بيضاء في الصدر ديالها. نقاط بيضاء تمشي عند الطبيب ونعرفوا شنو هما بالضبط. اذا كان بهق قريصه النحل مع العسل والغذاء والمرجان تندهنوا وتغذيه 100% نباتي بحال اللي تكلمنا سلفا، اقل من خمس اسابيع البك ما تيبقاش. الا كان الا كان برص تياخذنا ست شهور، اون موين ديال ست شهور واخا حتى لسنه، والبرص تبدا تمشي شويه بشويه، تبدا بالاحمرار ديال المكان ثم ما تيبقاش ذاك اللون المزعج. وهكذا تنقدر نضبطوا. فانا تنتظر ان دير زياره طبيه، والله يرضي عليكم تمشوا زياره طبيه، زيروا الطبيب، خذوا منهم معلومات كثير. راه عندهم معلومات ناعسه، بالعكس الا زيرتي غادي يمشي يزيد يقلب في كتبه، يحضر المؤتمرات باش يزيدنا فائده. نعم، ماشي يبقى ناعس على المعلومات تتخمل. نعم، واحيانا معلومات قديمه بحال مثلا الخلايا العصبيه تتجدد قبل 8 تقول ما تتجددش. نعم، هذه معلومه خصو يجدد معلوماته. اذا حنا الى 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 ما حنا شويه طرحنا اسئله وكتبنا ورقه وستيلو، ناخذوا دي دوكيمون، ناخذوا حتى ندخلوا لي سيت باش نزيدوا معلومه المعلومات اللي عطانا الطبيب. نعم، غادي نزيدوا. اذا تمشي عند الطبيب وتعرف بالضبط شنو هو هذا وتصوروا، ولا اقل من خمس اسابيع فهو يكون غير بهق دي بتي شامبينيون دي بارازيت. نعم، مسائل كذا. الا كان فوق ثلاث اشهر حتى ست اشهر غالبا تيقدر يكون برص بالدرجات ديالو. ان شاء الله الى اعتمدنا عمل جميل غادي نحصلوا على منتوج جميل ان شاء الله. طيب السلام عليكم اختي، الله يجازيك بالخير. نتكلم مع الدكتور. نعم تفضلي. الله يخليك دكتور. الوالد ديالي عنده الصدفيه تقريبا دابا شي 30 عام هو تيشكو منها. اش عنده من عام؟ دابا عنده 60 عام. نعم، يعني وفداته كامله، وملي كدير الجلده كتحيي بحال هكا كتاكلو كتحيدها كتبقى تشيل بالدم. اش من مدينه انتم؟ نعم، اش من مدينه؟ الوالد ديالي كاين في الرباط. مزيان، علاش ما تديرلوش عصير البصله وتغسلو به ثلاثه المرات في النهار؟ او تغسلو بالماء والبصله في الليل ملي يجي ينعس، وفي النهار دهلو بالمرجان. راه المرجان تنفرقو في الفرع ديال الرباط او ديال السلف، سبيل الله دوزو خذو المرجان. واخا الله يجازيك. هذه من جهه، من جهه ثانيه تحيدو كل المواد الحيوانيه. واخا، ولكن دير له التحاليل ديال الدم، واش عنده فقر الدم، كي داير المناعه، لي بلاكيت، غتشوف له بعد التحاليل بحال بحال هذاك لا بي سي ال ولا في اس، هذوك كلهم تمشي للمختبر، قول لهم يعيطوا لي فكرني بالحاله باش نعطيهم هذه التحاليل. ثانيا انه خصو ياخذ بعد لا ساعات على الجلد والنحل ميت، ما تلوحوش، حكوه مع زويته وعسيله ودهنوا له في الليل ملي يجي ينعس على البلاصه اللي فيها. جا عندي واحد من بروكسل عنده توكسم غالبا 30 سنه هو، وتبارك الله هذه السنه الثانيه هو تيجي عندي للمغرب، نجاحات في نجاحات، وتبارك الله تبلا بالنحل تيوصل 83 نحله، هذا من بروكسل سميتو مصطفى. اذا انتم الى حاولتي تبعتوا هذه الطريقه الاوليه، والا سيروا المركز في سلا، غدا غادي نكون نهار الاربعاء، كل اربعاء تنكون تما، والا سيروا المركز ديال الرباط، اتصلوا بسلا يعطيكم التليفون ديالو، ودوزوا مرحبا بكم محلكم هذاك. الامراض الجلديه وطرق العلاج الطبيعي. ايضا سؤال اخر استاذ، بالنسبه للعلاج الطبيعي يعني واش ممكن ان جميع الامراض الجلديه يكون عندها علاج طبيعي ولكن بعض الامراض المستعصيه؟ هو مثلا ندركوا الاصل. نعم، تسهل الفرع، بمعنى ان مثلا ناخذوا ان بسوريازيس وتاخذوا البرص وتاخذوا اكزيما وتاخذوا اكزيما في التعقيدات ديالها وفي البساطه ديالها، تاخذوا لي شامبينون في الظفر. مثلا نقول لكم يلا خدينا البصل والعسل، 30 غرام بصل 30 غرام عسل، تترقدهم نص ساعه، تاخذهم سبعه المرات في اليوم، خمسه حتى سبعه المرات في اليوم، زيت زيتون على الريق ونباتي 100%، لا ساعات النحل على المكان مع دهنوا المرجان شويه العسل. هذه الطريقه، هذه الوصفه صالحه لكلهم ديال الامراض الجلديه. نعم، ما معناه حتى هو الاصل واحد هو التعفن وطريقه التغذيه والمناعه ضعيفه. فكل ما جسمنا ساعدنا نرفعوا الحواجز الثلاث المعلومه لكل من كثيرة في الصيدله وفي الطب قراوه في السنتين الاولين، كل اللي تيقرا في الاول فيزيولوجي 1 و2، كل اللي تيقرا حتى السنه الثانيه، كلهم بدون استثناء عارفين القاعده. الحواجز الثلاث خصنا نرفعها، التواصل الثلاث خصنا نرفعوه، خصنا نحيدوا الحواجز المعلومه، لا كومينيكاسيون ميتابوليك نيرفوز اي هرمونال، رفعتي الحواجز. والسرطان ما هو؟ هو عنده مربوط بهذه الحواجز الثلاث، حنا تنقيو باش نحروا الحواجز الثلاث، الى التواصل المامون
السليم في امان الله. اذا هذا هو اللي تيخلي على ان كل امراض الجلديه تعالج. حقا كاين تعقيدات نعم. مثلا تاخذ اسكار انا كاين تعفون وكاين استعجالات نعم. تاخذ مثلا الواحد عنده السكري تعفن له رجله لكن استعجالات كاين خاصيات كاين هذا الحاله المريض واش عنده السكري واش عنده التونسيون طالعه واش عنده كذا تتبقى ذاك الحالات فهي الا شروط جانبيه تناخذها بعين الاعتبار فتندخل حويجات وتنخرجوا حويجات معينين ولكن تبقى القاعده واحده. نعم اذا واتا استاذ دائما موصي معكم على 0522-3010-3030 او على 5566. اذا كاين اس ام اس يقول السلام الله يخليك بغيت نسول استاذ انا بقات فيا سيكاتريس ديال الحريق من الدرجه الثانيه هذه مده 3 سنوات دابا مشكل علاج طبيعي وشكرا. ولو مليمتر كاري تيعمل 100 درهم. نعم. اذا حسب وقول لي شحال. نعم. انا تنمزح بالطبع. اذا الحمد لله راه تكلمنا سلفا على هذه المساله هذه فالاخوات كلهم اللي دازهم لا سيزاريان مرحبا بهم نديروا نعطيهم دوره تكوينيه وهما يعالجوا انفسهم بديورهم عن طريق لسعات وعسيله مع لاجولي غويال هادشي كله نعلموه لكم ما كاينش مشكل. ثانيا كل الناس اللي جاوا عندنا العياده وتبعوا معنا ثلاث اشهر ممكن اكثر ممكن اقل كلهم خرجوا بقاعده عمليه انه جسمهم بداو تيعرفوا يراقبوه تصوروا تيشهدوا الناس اللي تبعوا معنا هذه سنوات لانه ثم مع زيت الزيتون او لسعات النحل عطاتهم نجاحات كبيره ولاو تيستعملوا في بيوتهم بطريقه بسيطه هذا هو اللي بغينا. نعم. هذا هو اللي بغينا لذا ان الصحبه مع الاطباء ومع الناس اللي اخصائيين في الجانب الطبي انها تكون عندكم علاقه طيبه معهم حيث هما تيفهموا حوايج اللي انتم زعما تشوفوها. نعم. كنت تشوفوا السطحي واخا الاولي وما تيشوفوا العمق والعميق فلذا انه تبقى عندكم الصله معهم وما تسرعوش وما تبقاش تبنيو ما تقول لي التعميم لا هذه راه بحال هذه لا الكزيما بحال حب الشباب لا الحرق ديال الجرح بحال السيكاتريز ديال الجرح هي السيكاتريز ديال الحريق ما تبقاش تعمموا التعميم والتعميم تيدي الخطا بالعكس كونوا دقيقين وتبعوا الشيء اللي عطيناكم ان شاء الله بدقه تكونوا اسياد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا على البرنامج وشكرا على المعلومات اللي كتعطيونا وخساره ماشي حدا الحال الاستاذ نتعلموا منه ونفيدوا حتى حنا الناس. مرحبا. عندي بعدا واحد الشهاده حنا دابا هادي شي شهر وحنا كنشربوا عصير البصل. نعم. والزوج ديالي عنده مشكله ديال الفطريات في ما بين الاصابع ديالو. نعم. يعني لدرجة اللحم ديال سميتو كيتحيد وكيولي بيض هذاك الشيء لداخل. نعم. مي سبحان الله هو كيشرب العصير ديال البصل ماشي على هذا الشيء كيشربو غير باش ينقي وهذا وسبحان الله بانت النتيجة في رجليه نشوف هذاك الشيء ما بقاش. مبروك ألف مبروك. الحمد لله. ما بقاش الأثر يعني نهائيا وحنايا ما كنا خلينا حتى شي درماتولوج عيا ما يدير في الدواء في الأخير سمح ولكن هذا العصير ديال البصل سبحان الله يعني مبروك عليكم بشكل عجيب. وأنا عندي واحد المشكل أستاذ عندي فطريات في الكرش ديالي وفي الظهر. يعني هما عبارة عن بحال نقط بيضاء عندي دو كولور في لابو ديالي ولا عندي بيض وماغون ومشيت لعند ديرماتولوج في الأول قالت لي غير الكلف ديال الحمل غادي يمشي ولكن ما مشاش من بعد عاود منين رجعت عطاتني شامبوان باش نغسل قالت لي غير يتحيد ما تحيدش ومن بعد هاد المرة هادي يلاه انسمين هادي باش مشيت قالت لي باسين بيغمونطاسيون تاع لابو ديالك إلي كوم سا قالت لي هكا داير مع أننا ما نديرولو. نعم واش فاتاليست هادي ولا شنو؟ وعندي نسلمو التسليم وما نعالجوش؟ هاد الطبيبة اش قالت لك ما نسلمو وصافي نربعو يدينا ما نخدموش؟ قالت لي هكا داير قالت لي ما عندنا ما نديرو هكا داير خليه هكاك صافي ما لا ان شاء الله ما ديش يبقى هكذاك غادي تعالج. وعندي مشكله دكتور عندي بحال هما ماشي خالات كيكبروا لي فوق اللحم عندي وحده فوق الثدي ديالي وحيدوها لي هما عند الديرماتولوج حيدتها لي ولات رجعت ما تبقاش تحيدو هذا الخطا مادام تيرجع اذا التحيد ماشي حل. واه هي حيدتها لي قالت لي اخر مره قاش تحيد بغيتي نكويها لك لا قلت لها دابا ما تكويهاش غادير مشاكل اخرى هما راه عارفينها غادي يولوا دي ديفايونس ونصدقوا في مشاكل اللي ما عندنا ما نديروا بها ممكن سرطانات حيت طورت الامور الى سرطانات عند ناس اخرين. قالت لي هذا قلت لها غير شوفيها لي واش من الخانات اللي يعني كتطور قالت لي لا ما فيها حتى شي حاجه هذه راه عاديه غير فوق الجلد لكن الكي لا والليزر لا لا قالت لي ندير لك ليزر قلت لها لا ما خصنيش ما خليها ومنطقه هرمونيه بزاف تما كيف غنبداو نديروا الاخطاء نزقوا في سرطان التيد ولا شي مصيبه اخرى الله يحفظ. اذا شكرا وين نعم وعندي
عافاك دكتور، البنيه ديالي عندها 8 سنين وهذه دابا 3 مرات حنا كنديروا لها الكي بلازوط على حساب مسمار الكيف وما بغاش يتحل. لا المسمار الكيف تيتعالج قبل من 3 اشهر. راه عندكم تبارك الله عندي اكثر من 300 عائله في باريس راه تيتعالجوا، تيجيو هنا تيتعالجوا وتيوصلوهم لي برودوي ديالهم او تنعلمهم كيف يقلبوا على لي برودوي في الماغازان بيو. تما غادي لابد نزيدوا نسقوا نديروا ماغازان مغربي بالقيمه ديالو بالقوه ديالو، نديروا ارقى نديروا كل هذا الخير. فبغيتكم انكم تبداو تجيو تعلموا لساعات النحل بعدا هنا. عندي ناس كان عندهم لا ميغرين تبارك الله تعالجوا بواحد الطريقه غريبه، ميغرين ديال 10 سنين تعالجت في اقل من 3 اسابيع. اذا اولا مبروك على الزوج ديالك، قول له زيد يتبع حتى انت تبع مع نفس الطريقه اللي دار، زيد العسل باش نضبطوا هاد لي شامبينيون وهاد اللي عندك في بروبليم دو بيكمونتاسيون اللي قالتك الطبيبه، البروبليم اللي طال فيك بزاف. ولكن الشيء اللي بغيت منك الاخت، احنا عندي ناس يجيو عندي للمغرب تعطيهم المرجان وحتى التخ تاع الزيت تبارك الله تيجيو تيديو. حتى انتم سيروا شوفوا العائلات ديالكم، يمشيو للمعصرات يعصروا قنطار جوج ثلاثه ديال الزيتونه وياخذوا الزيت بلا ملحه والمرجان وخذوا كميات. عندكم راه عندي عائلات اللي في ستراسبورغ داروا جمعيات وتيعتزوا بهذه البلاد وتينشروا ثقافه هذه البلاد الخيره. انتم لاحظتوا طيبوبه المغاربه تتخلي الخير ديالهم تينتشر والناس يرتاحوا. فزيدوا من الطيبوبه، زيدوا من الخياره، ما تطمعوا في حتى شي حد، لان هذا الخير مادام الطيبوبه كاينه ربي غادي يكرمكم بهذا الخير. شوفوا تصوروا التخ تاع الزيت غتاخذوا منه معلقه كبيره ومعلقه د العسل الحره، الا كان زيتكم يكون افضل، بدا دهن به المكان اللي فيه المرض الجلدي، ديروا 3 مرات في النهار مزيان، وبدا تاكل الماء والبصله ومع العسل بحال زوج ياك 3-5 مرات في اليوم، وخذ زيت الزيتون على الريق. اقل من 3 اشهر المشكل ما غاديش يبقى. وما نكرهش انك تصور ذاك البلاصه اللي مريضه وسير عند الطبيبه اللي هي قالت لك هادشي مستحيل يتعالج، وقول لها بحال وحده اخرى عندها دكتوره تبارك الله عليها في باريس ومغربيه وكان عندها مشكل ديال تيغويد، دارت البصل والعسل تبارك الله نجحت والطبيبه تعجبت لها. ولكن هي ماشي سهله هاد السيده هادي، قالت لها والو تندير العسل وتندير البصل. وهكذا الثقافه الخير تتنتشر، علاش؟ نعم. باش الناس يرتاحوا ويعرفوا هذا البلد الطيب بلد الكرم. نعم اكيد. شكرا لك ام ايو، تحيه طبعا لكل الجاليه المغربيه دائما في الديار الخارجي اللي كيستمعونا من خلال السيت ديالنا www.chdfm.net. اذا نمشيو للرساله اللي ناخذوا. ناجيه، مرحبا ناجيه. الو ناجيه، اذا كنظن فقدنا الاتصال مع ناجيه. نمشيو للخريب كانيسرين، كتقول ان عندها مشكل ديال الشعر ديرها غادي وكيخفف وكيطيح، بغات شي وصفه باش تقوي الشعر. الله يجازيك بخير استاذ. هو طريقه جميله جدا، المرجان الناس داروه مع شويه العسل وشقوا به شعرهم. نعم. وتبارك الله طلع لهم الشعر مزيان. وتنعاونوا عسل حر. نعم. العسل حر. نعم. ما كاينش عسل حر ما نديروا به. نعم. ثانيا انه البصل والعسل عطى نتائج، لانه تيسرح القنوات الدمويه اللي كابيلار وبون اوكسيجيناسيون، تبدا توصل ليريكاسيون ديال الدم للمكان باش نقوي ذاك الخليه. طيب شحال تبع هذه الوصفه استاذ تقريبا؟ اقل شيء 3 شهور، واخا يطلع الشعر حيت في اللون ما تيبقاش. يعني ديما فاش قبل ما تمشي للحمام ديرها؟ لا يوميا يوميا يوميا. نعم. غير تغلي شويه ديال الجزائر مع الماء. نعم. وغير تمسح به شعرها، ماشي لابد كدير ان دوش. نعم. فوالا سا سي اون شوز. مساله اخرى هو انه دير لها ساعات النحل بلاصه الشعر باش يطلع الخليه نقويوها ونحيوها، حتى ذاك الكروت اللي تتكون ذاك المشاكل ديال سميتو، مشاكل ديال ذاك القشره وذاك العياءات ما تتبقاش، والفروه تتكون قويه والشعر تيطلع قوي. هذه من جهه، حتى اللي النحل ما تيجيش يوميا او تقدر يدبر مره على النحل مره لا، ذاك النحل ميت طحنوه، حكوا مع زويته وعسيله وشقوا به شعركم، ذاك النحل المهم في تساقط الشعر. وحتى الناس اللي عندهم الشقيقه اللي تنديروه البيخه على الشعر مع المعدنوس ما تتقاش الشقيقه، هذا كله جميل جدا. نعم واضح. اذا اس ام اس اخر، السلام عليكم. انا عندي الزوجه ديالي سحرقات في يديها اليسريه وبقات ليها لاتخاس، شنو ممكن انا نديروا لها؟ هذا حفيظ من الرباط. اذا اول شيء قلنا نغسلوا بالمرجان ونديروا عسيله بالليل، مرجان 3-4 مرات في النهار، ونديروا العسيله بالليل. عسيله ديال الزكومي تكون افضل، واخا دابا الضغموس ولا تلقى فيه مشكل، دابا تلحينا الزكوم تو نتمنوا ان شاء الله ان تكون الانتاج ديالو كبير. الثلاث سنوات كل الانتاج كان ضعيف، الله تعالى يعافينا ويقوينا، وهذا المطر اللي قليل ان شاء الله ربي يعوضنا بالبركه وبرحمته، ان شاء الله ربي يفيد علينا الخير.
من كرمون الحاله شويه مكرفسين في هذه الايام الاخيره هذه، فلا في التربيه ديالو ولا في الانتاج، بغينا شويه البولين باش تكون انت باش تكون باش تكثر الخلايا، ربي كرم رحمته ويوفقنا. اذا فبالنسبه للساعات النحل ديرهم الشعر ديالها ان شاء الله تعالى. بالنسبه للسيكاتريس ديال الحرق دوروا بالنحل مزيان وتغسلوا بالمرجان في النهار 3 مرات، وفي الليل دهنوا بعسيله. نعم. مزيان، الا كانت عسيله بحال الليمون والكاليبتوس يضيف لها في كل 100 غرام يضيف لها 20 غرام ديال لاجو دي رويال باش نعاودوا نبنيو الجلد. نورمالمون 3 شهور ما تيبقاش المشكل، ولكن ما نكرهش بحال هاد الناس تبارك الله يبداو يصوروا ويديروا في التاريخ ديال في كل صوره ويخليوها في USB مثلا او في شي او في شي جلده عندهم في الاورديناتور باش يشوفوا الفرق، باش تبقى فوالا باش يبقى ديما ان دوكيمنت وثيقه تاريخيه وثيقه علميه وثيقه اللي نقدروا نحتاجوها في اي وقت، وهكذا نعرفوا النمو ديال العمل ونعلموا ناس اخرين باش تا هما يخرجوا من الضيق والى الصحه ان شاء الله.